أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يستلم الحجر الأسود في هل يستلم الحجر الأسود في نهاية الشوط الأخير من الطواف وكذا بعد صلاة ركعتي الطواف؟ نعم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استلمه في بداية الطواف وفي نهايته، وبعد ما صلى خلف مقام إبراهيم قبل أن يذهب للسعي رجع واستلم الحجر. لكن هذا يشق على الناس اليوم، هذا يشق على الناس اليوم، فيكفي الحمد لله أنه يستلمه أو يشير إليه في الطواف فقط. وأما إذا صلى الركعتين وأراد السعي يروح يسعى بلا أنه يرجع مع الزحمات ومع نعم.